في هذه الأيام طلع ثوب للرجال فيه نسبة من الحرير، فما حكم لبسه إذا كان نسبة هذا الحرير أو حرير خالص؟ يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. فالحرير محرم على الرجال مباح للنساء إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربع كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، يخاطب الرجال، إلا موضع أصبعين، موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة كما رواه عمر رضي الله عنه كما جاء في الصحيح. فإذا كانت القطعة التي في الثوب الحرير التي في الثوب موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة فلا بأس، مثل رقعة في الثوب من حرير، رقعة مثل إزرار، مثل علامة من الحرير، علامة في الثوب، جعل القطعة في الثوب علامة مكتوب فيها شيء أو ما أشبه ذلك، هذه تباح. المقصود قدر أصبعين أو ثلاثة أو أربعة فقط في ثوب، وما زاد على هذا في لباس الرجل يحرم من الحرير. نعم. الطبيعي والصناعي، المقصود الحرير المعروف الطبيعي الذي من المادة المعروفة من الدود القصد يعني. نعم.